ماذا؟ أنا؟ نعم يا بونكي، أريدك أن تقوم بدور البطولة في مسرحية المدرسة القادمة روبن هود. لا، لا أريد الدور الرئيس أرجوك. لا داعي لأن تتردد أبدا، إنه دور جميل وحساس. صحيح، الدور الرئيسي دور حساس ويجذب الانتباه. ستقوم به بالتأكيد. أمامنا أسبوع لموعد عرض المسرحية، لا داعي للقلق على شيء إذا قرأت النص وتدربت عليه. هل تعرفون أدواركم جميعا؟ نعم. سوف أحمي الطيور والحيوانات التي تعيش في غابات شورتيك وحدي. لا، إنها غابات شرود الجميلة. سوف أحمي الطيور والحيوانات التي تعيش في غابات شورتيك وحدي. أخطأت ثانية. لا أستطيع، لن أقوم بالدور وحدي أبدا. لقد سمعتك، أنت عظيم جدا. كم أنا متشوق لأن أراك على خشبة المسرح. التدرب على الدور يجعلك جائعا. هل أحضر لك بعض الطعام أم أنك تريد بعض النقانق أم بعض الحلوى؟ أنا لست جائعا. بونكي هيا تدرب بشكل جيد، دورك في المسرحية صعب. أنا لا أستطيع. هيا أنا متحمسة كثيرا. نعم فهذا مضيع للوقت، أن نتحدث في أمور غير ضرورية، والآن هيا للتدريب. سوف أحمي الطيور والحيوانات. رائع رائع بونكي، أنت تقوم بعملك بشكل رائع. لا عجب أنه تم اختيارك للقيام بالدور الرئيسي. سوف أحمي الطيور والحيوانات التي تعيش في غابات إنها غابات شرود. شرود سهل جدا، فقط تدرب عليه. هيا بونكي. لا أستطيع أن ألعب الدور الرئيسي، لا أستطيع. بونكي انتظر. اسمعوا جميعا، إذا لم تدفعوا الضرائب ستعاقبون هكذا. صحيح سيدي. حسنا حسنا، لقد كان الموسم هذا هذا العام رديئا وحالتنا كانت قاسية. نعم، إذا استمريتم بهذا الأسلوب المتعجرف فإن روبن هود مثال العدالة سوف يقوم. ماذا علي أن أقول أيضا؟ راجع دورك وايتي. وايتي يجب أن تكون جديا. آسف. يا قرية توتي يا قرية توتي، هذه الأغنية هي للسيد بطاطا حلوة. نعم بالتأكيد سيد بطاطا حلوة، لما لا نذهب إليه؟ بالخير والسلام. كما توقعت إنه سيد بطاطا. كيف حالكم؟ أهلا بك. قولوا لي ماذا تفعلون في هذه الغابة؟ نتدرب على نص المسرحية. سنقوم بتقديم مسرحية روبن هود على مسرح المدرسة، ولهذا نقوم بالتدرب عليها. أرجو أن تأتي لمشاهدتها، إنها ستعجبك. نعم أرجوك أن تأتي سيد بطاطا. حاول حاول سيد بطاطا. حسنا حسنا سأحضر. رائع. حسنا يجب أن نتدرب جيدا. هيا. يبدو أن أحدا يبكي. يا إلهي إنه بونكي. بونكي ما الأمر؟ لماذا تبكي هكذا؟ يكفي. عزيزي بونكي. وماذا تفعل هنا؟ قلقنا عليك. لا أستطيع أن ألعب الدور الرئيس، لا أريد أن أمثل المسرحية. مسكين بونكي. بونكي ضعيف ولا يستطيع أن يكمل شيئا، أريده أن يكون أكثر صبرا ويبذل جهدا أكبر، لذلك اخترته للقيام بدور البطولة حتى يتعلم كيف يعتمد على نفسه. ولكن الأمور لم تسر حسب ما توقعت آنسة. للأسف. آنسة لدي فكرة، لست متأكدة إن كانت ستنجح. ما هي هذه الفكرة؟ ما رأيكم أن نفعل؟ ماذا أنا؟ ويندي إنها فكرة رائعة. سيد بطاطا أريدك أن تنفذ الخطة. حسنا أود أن أفعل أي شيء من أجله. Huh?
سننجح. ثقي بالسيد بطاطا وبالآخرين. سوف أحمي الطيور والحيوانات التي تعيش في غابات شروشر. لا شيء مستحيل، لا شيء مستحيل. سيد بطاطا حلوة. للعز والنجاح قاوم لكي تسير. للعز والنجاح قاوم لكي تسير. للعز والنجاح. فنكي نظر تملى ورأسه للخلف الآن. موسيقى مؤثرة جدا. قاوم 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 قاوم. اسمع بونكي، جرب مع الموسيقى ثانية. حاضر سأبدأ. اهدأ. سوف أحمي الطيور والحيوانات التي تعيش في غابات الشرود. أنا روبن هود، لن أدع المجرم الشرير يفعل ما يريد. سوف أنتقم منه. واو، نجحت 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 نجحت. لقد نجحت أنسة تفاحة. إذن سمع بونكي غناء سيد بطاطا حلوة وهو يتمرن على المسرحية، فأصبح هادئا ولم يخطئ أثناء قراءة النص. هذا رائع فعلا. انتباه، نتمرن مع الموسيقى. سيد بطاطا ابدأ العزف. أنت وقح ولا تنصاع لأوامري أبدا، وستندم على ذلك. لن تستطيع التغلب علي. يا إرادة هود تماسك. سألحق بك. أعتقد بأنه ليس الوقت المناسب لشرب الشاي.
لقد بنى بعض الأولاد كوخا في الغابة ليلعبوا به، وابنتي قد رأتهم هناك وهي تمر بوقت عصيب. كوخ سري؟ ابنتي ليمونة رأت الكوخ، يجب أن تتدخل وإلا فات الأوان. ولكنني أعتقد أنه أمر مفيد للعب الأطفال. الكوخ ينمي خيالهم. آه يا إلهي، أتيت كل هذه المسافة لأخبرك بهذه المعلومات ولا تهتم. لا تغضبي سيد جزرة، هيا نذهب ونرى إن كان الكوخ الذي أقامه الأطفال يشكل عليهم خطرا. بعد أن نشرب الشاي. آه يا إلهي، إنكما تضيعن الوقت، توقفا عن شرب هذا الشاي، تعالى معي. تنهضني قليلا. ما سيكتشفون أمر الكوخ؟ أنا آسفة، اعتقدت أن ليمونة ستحتفظ بوعدها إذا أصبحنا صديقتين. حقا؟ لقد أخبرتك أننا لا نستطيع أن نثق بليمونة مطلقا. لكن يجب أن نفعل شيئا ما لمنع العمدة والآخرين من اكتشاف قاعدتنا السرية بدلا من الحديث عن هذا الموضوع. لا أظن أننا يجب أن نقلق. ها؟ لماذا؟ جاءت ليمونة مرة هنا، والمشكلة أن ويندي هي التي أرشدتها، ولهذا فمن الصعب عليها أن تأتي هنا وحدها، لأن الطريق للكوخ صعب جدا. لعل ويندي على حق. ارتحت، ولكن يجب أن نحتاط للأمر، فلذلك سنراقبهم. نعم. ليمونة، إلى أين أنت ذاهبة؟ إنها ليست الطريقة الصحيحة يا ابنتي. يجب أن نسير طويلا في طريق متعرجة كي نصل إلى قاعدة ويندي السرية، لذا فكرت بوضع علامات من خيوط الصوف. أمي انظري. آه يا ليمونة العزيزة، أنت مثلي ذكية وأنيقة مثلي ورشيقة. سيد عمدة، سيد جزرة، أرجوكما ادفع ليمونة لتدلكم على طريق الكوخ. إذا استمروا فإنهم سيكتشفون قاعدتنا السرية. آه، وضعت ليمونة خيوطا من الصوف لتستدل على الطريق. إنها بالفعل ماكرة جدا. ها؟ بالتأكيد. إذن افعل ما قلته لك بسرعة، هيا. من هنا. ماذا؟ ليمونة والعمدة والسيد جزرة. سأخبر المعلم. آه ليمونة، ألم نصل المكان بعد؟ لا أستطيع السير أكثر. أمي كوني صبورة، لقد اقتربنا. أعتقد أننا ندور حول نفس المكان منذ فترة طويلة جدا. دائما تقول ما أفكر به. هذا ليس صحيحا، إننا نتبع علامات الصوف، لا يمكن أن نكون مخطئين أبدا. انطلت لحيلة. انظروا إلى العلامات هناك. سيدة ليمونة، لنستمر. أمي أمي يا تلتا. ليمونة ماشي، اترك. صح، طبط بي. يا إلهي، لا أصدق أن ليمونة اختطفت أمام عين الشرطة. ماذا سنفعل الآن بيوي؟ ليس أمامنا خيار سوى إنقاذها، يجب أن نسرع. هيا. سمي المعلم يا فنان. لن أستطيع اعتقالي أبدا. أنت متعجرف، هل تحتمل ذلك؟ على فكرة، ماذا سنفعل بخصوص كوخة ويندي؟
لقد بحثنا في جميع أنحاء الغابة ولكننا لم نجده، وليمونة ساءت الفهم. هذا ما أعتقده أنا أيضا. على أي حال ليمونة بخير. أتمنى ذلك. لقد نجحنا في إبقاء مكان القاعدة سرا وهزمنا الخفاش ونحن سعداء. لقد تعبت كثيرا وأنا أشعر بالجوع الآن، سأتناول كثيرا من الطعام. هذا الكعك معجون بالزبدة، ستسمنين. ستصبحين أسمن من ليمونة، احذري يا ليوي.